لفهم طبيعة ما حدث في المغرب ينضم إلينا من عمان دكتور صخر النسور نقيب الجيولوجيين الأردنيين. أهلا بك دكتور صخر. يعني نريد أن نفهم أكثر، هل ما حدث في المغرب هو شيء طبيعي أم هو نتاج تطور في طبقات الأرض، خاصة بأن المغرب يقع بين صفيحتين، الصفيحة الأفريقية والصفيحة الأورومتوسطية؟ شكرا جزيلا وتحياتي للقاهرة الإخبارية ولمصر المحروسة إن شاء الله. للتصحيح أنا نقيب الجيولوجي السابق أستاذ محمد. نعم، ما حدث في المغرب جزء منه طبيعي وجزء غير طبيعي. الجزء الطبيعي هو أن المنطقة هي خصبة لأن يحدث فيها زلازل وهزات أرضية، سيما أنها تقع على حافة الصفيحة الأفريقية التي تصطدم بالصفيحة الأوروبية الآسيوية الأوروآسيوية، وبالتالي هي مهيئة أن يحدث فيها هزات أرضية، والتاريخ شاهد على ذلك. ما هو غير طبيعي أن يكون بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وهذا يعني كان مفاجأة، قوة وشدة الزلزال، وهذا بحاجة إلى تفسير ودراسة بعد انتهاء حملات الإغاثة وما هو معمول به الآن، بحاجة إلى إعادة دراسة للمنطقة لفهم طبيعة ما حدث، سيما أن المنطقة إقليم الحوز التي حدث فيها بؤرة الزلزال أو قريبة منها هي بعيدة عن حافة الصفيحة نوعا ما، وبالتالي يبدو أن الإجهادات المتراكمة عبر سنوات للطبقات الأرضية والصخور في باطن الأرض أدت إلى حدوث كسر على الفالق الرئيسي الذي يمر بمدينة أغادير التي شهدت زلزال سنة 1960، وكان للمفارقة بأنه كان قوته 5.4، لكن أحدث كارثة بلغ عدد الضحايا حوالي 15,000، وبالتالي هذه مفارقة بأن يكون لدينا زلزال 7 درجات، والإجابة على ذلك أنه حدث في جبال الأطلس الكبير، وبالتالي الكثافة السكانية أقل من المدينة أغادير التي حدث فيها زلزال عام 1960. نعم. لذلك هي يعني مناسبة بأن نتحدث بأن معيار ليس فقط إذا أردنا أن ندرس الآثار السلبية المترتبة وعدد الضحايا والتدمير والهدم، ليس فقط شرطا أن يكون قوة وشدة الزلزال، بقدر ما أن هنالك عوامل أخرى تلعب دور رئيس، منها وقت حدوث الزلزال إما صباحا أو مساء، الكثافة السكانية، طبيعة الصخور والأتربة التي في المنطقة التي يحدث فيها الزلزال، عملية الاستجابة الأولية، سرعة الاستجابة الأولية، وبالتالي كلها عوامل مجتمعة تحدد مدى الخسائر المترتبة، وليس فقط شدة وقوة الزلزال. لذلك دائما ما تقولون كمختصين في هذا الشأن أنه ليست قوة الزلزال هي معيار لعدد الخسائر المادية أو حتى في الأرواح، وإنما هناك عوامل أخرى من بينها الكثافة السكانية، طبيعة الأرض في هذه المنطقة، أيضا طبيعة البناء. لكن سؤال الدكتور، على الرغم من أن هذه المنطقة هي بعيدة عن التحام الصفائح التكتونية، إضافة إلى أن هذا الزلزال لم يكن على عمق بعيد حتى يكون بهذه القوة، هل هناك تفسير علمي لذلك؟ هو زلزال يصنف طحنة، بالتالي شدة تأثيره قوية، كلما في عالم الزلازل كلما كان أقرب إلى السطح كلما كانت شدة تأثيره أكبر، وكلما كان أعمق كلما شعر فيه مواطنون في دول أخرى أو في مدن أخرى بعيد، وبالتالي الفرق بين الشعور والتأثير فرق واضح. أن تشعر في الزلزال ليس كما أن تتأثر فيه هدما وتدميرا، وبالتالي نعم هو بعيد عن حدود الصفائح، تقريبا حدود الصفيحة تقريبا 500 كيلو،
ولكن كما أسلفت أن طبيعة جبال الأطلس عندما تشكلت هي يعني كما تثني كتاب أو كما تثني ورقة نتيجة ضغوط داخل باطن الأرض تكونت هذه التشوهات نتيجة تشوهات في باطن الأرض. بالاعتقاد أن حجم الضغط من الصفيحة الإفريقية باتجاه الأورو آسيوية تراكم عبر سنوات أدى إلى إجهاد الفالق الذي كان ساكنا لفترة طويلة. المغرب شهدت آخر زلزال عام 2004 وقبلها عام 69 وقبلها 60 في القرن السابع عشر، كان هنالك سلسلة كبيرة من الزلازل الأرضية، وبالتالي السكون ولد يعني يبدو الله أعلم تخزين طاقة لسنوات طويلة، وهذا يتم تخزين يعني تعبير عنه في هزة أرضية قوية لدينا في الأردن في حفرة الانهدام طبع البحر الميت التحويلي الذي يمتد إلى جنوب الأردن يصل جزء منه إلى مصر. هذا صدع يعني يتم عليه مئات الزلازل سنويا ولكنها من النوع المتوسط والخفيف كما هو أيضا في مصر، وهذا من فضل الله تحرير تدريجي للطاقة المختزنة في باطن الأرض ولا تنتظر إلى أن يعبر عنها في زلزال قوي مدمر. وبالتالي هذه الحركة الزلزالية يجب أن نفهمها، سيما أن الصدع الذي حدث عليه هو صدع عكسي، لذلك أحدث يعني حركة عمودية مختلفة عن ما حدث في تركيا كانت أفقية، وهذه إزاحة عمودية حدثت لأن طبيعة الصدع الفالق الكبير الذي يمر بمدينة أغادير هو صدع عكسي، وبالتالي هذا ساهم أيضا في إحداث ضلال أكبر. هي مناسبة أن نتحدث من خلالكم كقناة إخبارية مصرية وجامعة الدول العربية مقرها في مصر بأن يكون هنالك يعني مظلة في جامعة الدول العربية تعنى بالبحث العلمي لظاهرة الزلازل، سيما أن هذه الزلازل والكوارث الطبيعية إجمالا هي عابرة للحدود لا تعترف بالحدود، وبالتالي لا بد من تبادل قواعد البيانات والخبرات ويجتمع العلماء لدراسة هذه الظواهر وامتداداتها وتأثيرها على دول الجوار للهزات الأرضية والزلازل والكوارث بمختلف أشكالها، ليصار إلى تقديم توصيات إلى صناع القرار عند التخطيط لإنشاء مدن، وهذا أمر بات ملحا اليوم لأخذ بعين الاعتبار كودات البناء لتمكين المنشآت خاصة في المناطق القريبة من البؤر الزلزالية. ربما دكتور بناء العديد من المباني في هذا الحزام الذي نتحدث عنه أو في إقليم الحوز تقريبا هي مبنية على يعني بعض المواد البدائية، ربما كان سببا وراء سقوط المباني بصورة أسرع. السؤال الذي يدور في ذهن السؤال الذي يدور في ذهن البعض الآن ولا سيما في منطقتنا العربية هو حدوث زلزال مدمر في تركيا وسوريا وشعرتم أنتم به في الأردن يعني أكثر من مرة، ثم الآن في المغرب، هل نحن في المنطقة العربية أصبحنا مهددين بوقوع زلازل بوتيرة أسرع مما كان في السابق؟ دعني أقول بأن يعني لسنا بعيدين عن حدوث ظاهرة زلزالية، ولكن تهديد بزلزال كبير هذا له مقومات وأسس لا زالت يعني غير متوفرة بشكل كامل في منطقتنا العربية، وهي حدوث صفائح تكتونية تصادمية يجب أن يتوفر هذا الشرط ابتداء، وهذا يعني غير متوفر الآن. ولكن هل نحن نصنف بأننا ممكن أن نتعرض لهزات أرضية؟ نعم، وتحدث في العام يعني مئات الهزات الأرضية وجزء كبير لا يشعر الناس فيه، وهذا أمر إيجابي بأن تفريق تدريجي للطاقة وتحرير للطاقة المختزنة في باطن الأرض. شهدت الأردن سنة 95 زلزال في العقبة، ومصر أيضا، والعراق بين العراق وإيران، سوريا شمال سوريا، لا المغرب الآن، الجزائر سنة 1980. نعم نحن ندور في فلك الظاهرة الزلزالية، ولكن ليست
باستثناء زلزال المغرب هو الذي جعل المغرب تدخل في المربع الكبار في الهزات الأرضية نتيجة أنه حدث زلزال 7 درجات. ولكن نحن في منطقتنا العربية يعني بحاجة أن يعني نكثف البحث أكثر لدراسة هذه الظاهرة، ولا زلنا يعني بحمد الله في وقت ومجال يسمح لنا بالدراسة والبحث، بأن زلزاليتنا تصنف ضمن المنطقة المتوسطة والضعيفة. أكيد أكيد يعني بلاد الشام ومصر. نعم أكيد ليست بالطبع كصفيحة المحيط الهادئ أو حتى في الأمريكيتين أو حتى في الجهة المقابلة، نتحدث هنا عن منطقة اليابان وغيرها، هي مناطق ربما تشهد نشاطا أوسع بالنظر إلى خريطة الزلازل العالمية، نرى أننا ربما في منطقة أأمن. لكن دكتور، وضعنا في منطقة أأمن نسبيا، لكن هناك زلازل تحدث من حين وآخر وتصل الأرقام فيها إلى ما وصلت إليه الآن، هذا يعطي إشارة بأنه لابد من اتخاذ إجراءات محددة في الوقت اللاحق. برأيك ما هذه الإجراءات التي يجب أن توضع في الاعتبار مستقبلا لتجنب تداعيات الزلازل، وإن لم نكن لدينا القدرة على التحكم فيها لكن من الممكن وضع إجراءات تخفف من حدة أضرار هذه الزلازل؟ كلام جميل. يعني لا زال العلم قاصرا أولا أن يتنبأ وقت ومكان وشدة حدوث الزلزال، هذا أمر مفروض منه بعيدا عن ما يتم إعلانه هنا وهناك من حركة نواجم الكواكب والنجوم ونظام شمسي، هذا لا علاقة له إطلاقا ولا صحة ولا أساس علمي له. وبالتالي في ظل أنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ، ولكن بالإمكان أن نستقرأ التاريخ ونلحظ بأن هنالك يعني تاريخ زلزالي في المنطقة العربية يستوجب بالضرورة في وقت الرخاء والسعة والهدوء بأن نذهب باتجاه البحث العلمي والدراسة والإعداد الجيد لما للاستعداد لا سمح الله للأسوأ إذا حصل، وذلك من خلال فهم المنطقة بشكل عام. وأنا أدعو أن لا تذهب كل دولة لدراسة زلزاليتها منفردة، لأنه بحاجة إلى إرادة قواعد البيانات، والعقول العربية بحاجة أن تجلس على طاولة لبحث هذا الموضوع للخروج بتوصيات. ثم أن الخطوة الأخرى هي كيف لنا أن نشكل مركزا إقليميا للأمن وإدارة الأزمات. يعني لا ينفع وقت حدوث الغارة أن يعني يكون هنالك نظام الفزعة، يجب أن يكون معد مسبقا كيف يكون الدعم اللوجستي، كيف يكون سرعة الإجابة، كيف تكون هذا التعاون. لا تستطيع دولة واحدة كما نشاهد كما شاهدنا في تركيا كما نشاهد اليوم في المغرب بحاجة إلى دعم وإسناد من الجوار. وبالتالي أنا أدعو أن يكون هذا العمل والإسناد مؤسسي، لا يعتمد فقط عند حدوث الكارثة أو الزلزال، يجب أن يكون مؤسسي ومخطط له. هذا التخطيط والعمل المؤسسي أولا يوفر الكلف، اثنين هو يساهم في سرعة الاستجابة وتوفير الإيواء والإسعاف والإنقاذ، وخصوصا أول 12 ساعة نحن بحاجة أن نصل إلى الناس اللي بيكونوا تحت الأنقاض، هذا أمر مهم يخفف من الآثار السلبية في عدد الضحايا. كل هذه الأمور مجتمعة تدعونا أيضا إلى أن نفكر كيف لنا في المنطقة العربية أن نسعى إلى تأسيس أو إنشاء مركز إقليمي للأمن وإدارة الأزمات، ويكون في تبادل ونستغل الخبرات العسكرية التي هي أقرب إلى إدارة المشهد في الأزمات والدعم اللوجستي وخطوط الطيران والإيواء والإسعاف والإنقاذ في المناطق المنكوبة. وبالتالي آن الأوان أن ننظر إلى أنسنة ما يسمى مصطلح أنسنة الكوارث الطبيعية والنظر، وشاهدنا في بعض الدول كانت بينه وبين دول الجوار خلاف، وعندما تقع الكارثة ينحى الخلاف جانبا وتبدأ المساعدة في الإنقاذ والإغاثة. وبالتالي هذا أمر يعني لا تخلو دولة إلا أن يحدث عندها إشكالية هنا أو هناك، لذلك لابد من يكون هناك خط ساخن
ومؤسسي بين الدول المنطقة وخصوصا المشتركة في الحدود بأن يكون هنالك عمل مؤسسي تجاه تأسيس هذا المركز وتأسيس مركز بحث علمي يعنى بدراسة الكوارث الطبيعية. نحن مقبلين على تغير مناخي، ربما جفاف، ربما فيضانات مفاجئة، ربما لا سمح الله حرائق، انهيارات، انزلاقات في بعض المناطق، براكين في المناطق، زلازل. هذه كلها مدعاة إلى أن الإنسانية تتحد في وجه هذا الخطر لحماية البشر وضمان حياة كريمة للناس. نعم، سؤال مهم دكتور، هو فكرة لماذا لم يكن لدينا في الوطن العربي ثقافة شعبية للتعامل مع الأزمات كالزلازل مثلا؟ طبيعة التعامل، كيفية التعامل معها، ربما نرى في اليابان هناك دروس تقدم للطلاب في المدارس بكيفية التعامل مع هذه اللحظات من أجل تجنب الخسائر في الأرواح وإنقاذ أنفسهم بشكل أكبر. لماذا لا يتم اعتماد ذلك في الكليات الخاصة بدراسة هذه الظواهر العلمية وأيضا الأبحاث العلمية، أن يكون لها جانب من هذا الشأن؟ كنت في الصباح في إحدى المقابلات عبرت عنها في الثقافة الإنسانية. نعم. أنا أتحدث عن هذه الأرضية تجدها شبه معدومة، لذلك يكون هنالك بيئة خصبة لانتشار الإشاعات وما يسمى بالزبادي الإلكتروني لنشر الإشاعات وإحداث حالة الهلع والخوف لدى الناس. نعم، نفتقد إلى هذه الثقافة في الكوارث الطبيعية إجمالا والزلازل على وجه الخصوص، ابتداء من الأسرة في المدرسة في المؤسسات، في الإعلام أيضا له دور مهم، ولا نسلط الضوء إلا عندما يحدث هزة أو كارثة هنا أو هناك، بينما في وقت الرخاء والهدوء لا نبحث هذه المواضيع التي فعلا يجب أن تبحث بنفس وروية وبحيادية وبإشراف للمستقبل. نفتقد إلى هذه الثقافة، بحاجة إلى قرار من صناع القرار على الحكومات العربية أن تتنبه إلى ضرورة بث الثقافة. نجد الأطفال في اليابان في المدرسة عندما يحدث هزة وهي متكررة في كل أسبوع لديهم هزة أرضية، كل واحد عارف إيش المطلوب منه وشو مطلوب يعمل، وبالتالي هي ثقافة ممتدة من الأسرة إلى المدرسة إلى الجامعة إلى الإعلام إلى مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص. هذا أمر لابد منه، وبالتالي كيف السبيل لنا أن نبدأ؟ هذا أيضا سؤال برسم الإجابة مطروح على حكوماتنا العربية وعلى مؤسسات المجتمع المدني، أيضا عليها دور مهم لنشر هذه التوعية. وما هذه اللقاءات التي يعني نتشرف بإجراءها معكم إلا واحد من أدوات التعبير ولفت النظر لصناع القرار بأن انتبهوا إلى تعزيز ثقافة نشر ثقافة الكوارث الطبيعية وكيفية التعاطي والتعامل معها حتى نحد من حالة الهلع والخوف. زلزال تركيا الأخير الذي حدث وتأثرت فيه شمال سوريا غاز إنتاج، كان هنالك عند الشعور بالهزة كان بعض الناس يرمون أنفسهم من النوافذ ويكون أنفسهم من النوافذ، هذا حالة الخوف والهلع التي تصيب الناس لأنه ما فيش ثقافة تم يعني بثها أو تم تدريسها أو تم إعطاؤها للناس منذ الصغر. وبالتالي آن الأوان أن نلتفت إلى موضوع الكوارث الطبيعية وأن يصبح منهاجا مكرر وثقافة تسود بين الناس بشكل عام. أسألك سؤال فني أكثر دكتور، في هذه الأوقات هل هناك ربما أسباب من تدخل البشر تساهم في إحداث الكوارث الطبيعية ومنها الزلازل وما نراه من تغيرات مناخية وهي في الأساس تأثيرات نتيجة للتطور الصناعي الكبير الذي أحدثه الإنسان خلال القرون الماضية؟ هل برأيك وارد علميا أن يكون هناك سبب بشري يتسبب في إحداث الزلازل أو الشقوق أو التحركات الأرضية؟ جزء من الكوارث ممكن يكون تدخل بشري، لكن الزلازل لا. إذا أيقنا بأن الحركات التكتونية هي السبب وبالتالي حركة الصفائح في باطن الأرض على أعماق كبيرة، لا علاقة بالتدخل البشري، استثناء وقد تستطيع المراكز
الرصد الزلزالي أن تميزه إذا كان هناك تفجيرات نووية، تستطيع أن تميز أن هذا الاهتزاز ناتج عن تفجيرات. المراكز اليوم تطورت ولديها القدرة على القراءة والتمييز، وبالتالي العنصر البشري ما كان ما غير مؤثر في موضوع الهزات الأرضية، لكن في كوارث اخرى نعم، تغير المناخ ربما ما دفعني لطرح هذا السؤال دكتور، بان البعض فسر ما حدث في تركيا بانها قامت ببناء سدود عملاقه، هذه السدود ضغطت على القشره الارضيه فربما هي حركت بعض الشيء او تسببت في احداث الزلزال، لكن هذا ليس واردا. لا قطعا لا غير وارد، لانه الطاقة الناتجة أخي الكريم أستاذ أحمد من الزلزال يعني تفوق توازي تفجيرات القنابل النووية التي ألقيت في هيروشيما، وبالتالي لا أثر يذكر في موضوع السدود أو في العنصر البشري. أشكرك دكتور. نعم نعم، يعني أشكرك دكتور على كل هذه المعلومات الفنية وأيضا التوجيهات التي ذكرتها خلال هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك معالي النقيب السابق للجيولوجيين الأردنيين صخر النصور، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من عمان.